مشاهدينا متابعينا عبر قناة ياس والقنوات المصاحبة لهذا النقل الحي والمباشر من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة، حيث أرحب بهذه الشعارات وهذه الأسماء الرنانة التي انطلقت في شوطها الثامن للقعدان اللقاية المهجنات مباشرة مع المركز الأول، ليتابع شاهين سالم بن راشد بن عبد الله الدرعي من يقدم لنا شاهين مع الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع القادم سراب أحمد بن علي بن عوية الشامسي هو الحاضر في هذه اللحظات، بينما التدخل والوصول أتابع مبهر سعيد بن سالم بن عامر بن علي العامري هو القادم هو الحاضر في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع القادم الصيرمي سيف بن علي بن مران الظاهري مقدما للصيرمي في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس أتابع القدوم والحضور القادم الشبابي الشبابي هو الحاضر سعيد بن راشد بن مسلم العمري مقدما للشبابية، المركز السادس الحضور والوصول، يا هي اسماء يا هي شعارات حضرت وتقدمت لأتابع الرهاوي وشعارك يا بن ذروة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المرية هو الحاضر مقدما للرهاوي، المركز السابع القادم والمنطلق الشبابي فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، وأيضا الحضور من الأسماء مع المركز الثامن تابع الدرع محمد بن سعيد بن صياح الهاملي هو الحاضر، بينما المركز العاشر ليختتم هذا النداء مع هذا الشعار مع مهاجر مهاجر علي بن مبخوت بن صالح الكربي، هكذا هي النتيجة يا من تتابع يا من تراقب خلف الشاشات، لكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول بعد أن اشتد الصراع واشتدت المعركة، ليتابع انطلاقة شاهين سالم بن راشد بن عبد الله الدرعي والقادم الصيرمي سيف بن علي بن مران الظاهري هو الحاضر مع المركز الثاني المركز الثالث، وصلكم بن ذروة وصلكم بن ذروة مع الرهاوي مع الرهاوي ليتقدم بالإنجازات بالبطولات، يا بن ذروة يقدم لنا شعاره يقدم الرهاوي الرهاوي هو الحاضر مع بن ذروة وإنجازات بن ذروة وبطولات بن ذروة، محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المرية يقدم لنا شعاره، الشباب قادم والصيرمي قادم، ولكن بن ذروة بن ذروة ما زال مع الصدارة ما زال مع المركز الأول، يقدم لنا شعاره يقدم لنا أحد أقوى الشعارات الكبيرة، الله يا بن ذروة، ولكن تابع القادم وصل راهي محمد بن علي المصاري، ولكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 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 يا بن ذروة الله يا بن ذروة الله يا بن ذروة، طار بالفوز طار بالناموس مع الرهاوي مع الرهاوي
قدم لهم الرهاوي بإنجازاته وبطولاته. يتقدم بن ذروة، يتقدم مالك الرهاوي، والأسماء الكبيرة اللي قدمها هذا الشعار محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري. غادر بالفوز، غادر بالانتصار، ما شاء الله حواليه عرض الكبار، عرض العمالقة. الله يا بن ذروة، الله يا بن ذروة، تسلم يمينك من قدم لنا الرهاوي. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان راهي محمد بن علي بن حمادي المنصوري. المركز الثالث كان شاهين سعيد بن حمد بن حميد الدرع. المركز الرابع كان متابعنا الكرام حيلتك حميد بن عبد الله بن ناصر العمري. بينما المركز الخامس كان شاهين سالم بن راشد بن عبد الله الدرعي. اذا تهانينا والناموس للشعار بن ذروة والرهاوي. الرهاوي بهذا الفوز الكبير، 6 دقائق 2 ثانية، جزء وحيد من الثانية. تهانينا، يتحطم التوقيت تحت أقدام الرهاوي. تهانينا والناموس لك يا بن ذروة على هذا الفوز. بينما المركز الثاني كان متابعينا الكرام توقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهنينا والناموس كان من نصيب. كان متابعينا الكرام راهي محمد بن علي بن حميد المنصوري. بينما المركز الثالث كان الحضور الكبير والمميز 6 دقائق 9 ثواني 9 أجزاء من الثانية. كان من نصيب شاهين سعيد بن حمد بن حميد الدرعي. تهانينا والناموس للجميع.